عليكم ورحمة الله وبركاته. في أحد الأفاضل أنكر علي وعلى غيري إن إحنا بنستخدم كلمة زي كلمة البيم، وليه ما نستخدمش البديل ليها بالعربي وحاجات زي كده. طيب ما فيش أي مشكلة خالص، بس خلينا نفكر مع بعض. كلمة زي كلمة الليزر، لما أقول لك قولها بالعربي الليزر، هي الليزر. لو حاولت تقولها بالعربي صح هتبقى إيه؟ تضخيم الضوء بالانبعاث المحفز لإشعاعها، اللي هو إيه؟ Light Amplification by Simulated Emission اوف راديشن، اللي هي حرف من اول كل كلمه تبقى كلمه ليزر. لما نيجي نتكلم على كلمه رادار، الرادار خلي بالك في رادار، لا ده انت لازم بقى راديو ديتكشن اند رينجينج وهكذا. طيب لما نيجي نرجع لكتب التراث وهم بيتكلموا على التعريب، يعني الجوهري صاحب معجم صحاح بيتكلم عن التعريب، بيقول لك تعريب الاسم الاعجمي ان تتفوق به العرب على منهجها، على منهاجها او على طريقتها في الكلام. وفي ابن دريد في كتابه الجمهرة عمل باب خاص، باب ما تكلمت به العرب من كلام العجم حتى صار كاللغة، ومن ضمن الكلام اللي قاله فمما أخذوه من الفارسية كلمة كالبستان والبهرجان وهكذا. كلام كتير كان موجود في لغات أخرى زي الفارسية والهندية وأصبح جزء من اللغة العربية وموجود في كتير من كتب التراث العربي. فمفيش أي مشكلة في إن احنا نستعمل كلمة البيم، وانا عضو في قاموس البيم واكتر من قاموس، وشاركت في تعريب كلمات كتير جدا في الحاجات التقنيه وهكذا، وفي مواقع كتيره وبرامج كتيره بتستعين بيها في الترجمه. فانا مش ضد الترجمه، بس في حاجه اسمها الكلمه دي اختصار لجمله كبيره، فاحنا بننقلها زي ما هي او بنشوف بديل ليها. وفي كلمات قعدنا فيها اسابيع، تمام، يعني في كلمه عشان نترجمها عايز افهم الكلمه دي معناها ايه، فجبت كتاب كامل كبير كده عشان نفهم الكلمة دي معناها ايه ونترجمها ترجمة صحيحة. فجزاه الله خيرا والف شكر.